مرحبا، معكم الطالبة كوثر شعيب حسن متروك من الصف ثاني إعدادي فرقة 10. التوتر السطحي ممكن للسفن العملاقة والبشر ودمى البط المطاطية أن تطفو على سطح الماء، ويرجع الفضل في ذلك إلى خاصية واحدة مهمة جدا لجزيئات الماء، ألا وهي روابط الهيدروجين. وتسمح هذه الروابط لجزيئات الماء الموجودة على السطح بأن تعمل كغشاء قادر على تحمل أوزان الأشياء الصغيرة كأوزان تلك الحشرات التي تستطيع المشي على سطح الماء. تعرف هذه الخاصية التي يظهرها الماء باسم التوتر السطحي. هل تعلم لماذا تحتفظ قطرات المطر بشكلها الكروي مثل التي على السيارة؟ ويرجع هذا إلى أن الجزيئات التي تتألف منها قطرات ماء المطر تنجذب بعضها إلى بعض بقوة تفوق القوة التي تنجذب بها إلى الزجاج الأمامي لسيارتك، ونتيجة لذلك تتماسك تلك الجزيئات بعضها مع بعض بقوة فتكون الشكل الكروي لقطرات المطر. اليوم سنحتاج في تجربتنا التوتر السطحي إلى كأس ماء، ومشبك ورق، وإبرة بداخلها صابون. عندما نضع مشبك الورق بقوة في الماء نلاحظ أنه يسقط بسرعة بسبب قوة وضع المشبك، وهذا أدى إلى ضعف الروابط الهيدروجينية، لذلك يسقط المشبك. الآن سنقوم بوضع مشبك الورق في الماء بكل هدوء للمحافظة على الروابط الهيدروجينية. نلاحظ أن المشبك طفى على سطح الماء، وهذا ما يسمى بالتوتر السطحي الذي جعل المشبك لا يسقط. الآن لنضع الصابون في الماء. نلاحظ أن المشبك سقط عن سطح الماء لأن الصابون أضعف الروابط الهيدروجينية، مما أدى إلى ضعف التوتر السطحي.